بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف بدنا ننزل الجيت على أجهزة الويندوز. لينك التنزيل راح تلاقيه في الديسكريبشن. عندنا أكثر من طريقة، في عندنا الداونلود وبتوريك خلينا نحكي عدة خيارات من الفيرجنز. إذا بفضل تستخدم اللي هي الطريقة الثانية على شكل مونيتور على شكل شاشة داونلود فور ويندوز. راح يظهر لك عدة خيارات 32 بت و 64 بت. كيف بدي أعرف نوع جهازي؟ الموضوع جدا بسيط، بتروح على الويندو على السيتنج، بعدين على السيستم، تنزل لتحت تروح على الأباوت. من الأباوت معلومات الجهاز اللي هي سيستم تايب، يقول لك 64 بت، شوف شو نوع جهازك واختار النسخة بتوافق مع جهازك. أنا راح اختار 64 بت. بعد ما تحمل عندي تكبسون على السهم Show in Folder، دبل كليك إلو يس، ظهر عندي هاي النافذة. طيب تمام، نكبس Install وسقع بنزل لي الجيت على جهازي. وهون بدي أوضح فكرة مهمة، الجهاز اللي شغال هسا عليه هو أصلا نازل عليه الجيت، فممكن تختلف الواجهات بين جهاز وجهازك. الإشي الوحيد اللي انت راح تسويه دائما انك تعمل next 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 بدون اي تغيير اي اعدادات. اتفقنا؟ دائما تعمل next بدون تغيير اي اعدادات. فالمفروض انه هسه امورنا تمام. هاي بنعمل finish. عشان اتاكد انه صار نازل عندي على الجهاز، مع بعض بنروح على السيرش ونكتب CMD. هاي انت هون بدنا نكتب get double dash virgin، هاي انتر، وهي اعطاني اخر فيرجن للجيت. وبعد تنزيلنا الجيت لازم نسوي configuration لليوزر، get config double dash global space user. صح، هون في خربطة، اتفقنا دبل داش صح، دبل داش global user dot name dot name دبل question mark، نكتب بعدين محمد السيد، يعني اكتب هنا اسمك، نعمل انتر، هي امورنا تمام. برضو خلينا نسوي كمان configuration خاصة في الإيميل، get config double dash global space user dot email space double question mark. خل نكتب مثلا أي إيميل بدك إياه، بس يكون إيميل صحيح طبعا، محمد هي السيد dot course at gmail .com. انتر، وهيك بيكون نزلنا الجيت على جهازنا وعملنا كونفيجريشن الخاصه في اليوزر. اتمنى كانت الافكار واضحه، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافيه.